قول له ها شغل، قول له ها شغل بشار العزيز، هذا شغل بشار العزيز. صورت هذيك الأولى. شو صاير؟ صاير هذا شغل بشار الأسي. نحن إرهابيين على أساس و... لا على أساس نحن معنا سلاح ومعنا. شوف شو عامل بالبيت، شو عاملين نحن يعمل فينا هيك؟ شو عاملين؟ هالبيت لو في عالم أقبلهم كلياتهم، طلعناهم من تحت الضرب. شو عاملين معه بشار على أساس نحن إرهابيين؟ شوف شو عم يسوي فينا. هو أكبر إرهابي. هو أكبر إرهابي. هالعساكر اللي معه ما بتفهم؟ ما في بشر، ما لهم أهل؟ هي شو عاملين نحن رح تسوى فينا هيك؟ تفرج. مو حرام علي؟ مو حرام علي؟ تفرج حد ما. الله يهد عزه مثل ما هد عزنا. الله يهد عزه مثل ما هد عزنا. الله يهده، الله يهده، الله يهده. كيف عم يعمل بهالبشر بهالعالم المعتره؟ دمر البلد، مو بس هالبيت، هذا واحد من 100، واحد من مليون، كل البيوت عم يدمرها، بلدك على الحاره كلها مدمره، ما في احد، على مين عم يضرب؟ ما في احد، كلنا فلاحين عارفين حالنا، تسريحه وسريقه تسريب، بساتيننا مواسمنا كلها راحت، بيوتنا راحت، عالم مهجره بالتراب، ما انا حسناني. ليك كيف مسلط علينا الدبابات؟ نقدر عليها لهو؟ طلع عليها. شو في هذا يدل على انه ارهابي هالبيت؟ شو في كسروا؟ تعال. وهذا جاري كمان نفس الشيء. هالبيت تحت كمان نزيل لفرجيك على مكسر اكل هاون تحت، هو قذيفتين طلع دبابي، هو دبابتين هونيك عم يضربوا علينا. ما بنقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. كل يوم القصف؟ كل يوم القصف. كل يوم كل ساعة؟ كل ساعة. من ايمتى؟ ايمتى؟ ما من وقت اللي من شهر ونص، من اول ما بلش ما بتلاقي غير دب ضرب دب ضرب، على شو ما بنعرف. ما بنعرف على شيء. مدى الحدا بالبيوت؟ لمين عم عمين عم